بظل هاي الظروف أكثر حدا تضرر هنا الأطفال. الغاية من هاي المبادرة، وأنا ما كتير بحب أطلق عليها اسم مبادرة لأنه أنا بشوفها أكبر من هيك، نحن عم نشتغل على التنمية المستدامة، يعني ما بدنا نوقف عند زمن ولا بدنا نوقف بمكان. إن شاء الله الأيام الجاية فيها شغل كتير حلو لحتى أنه نقدر نطلع الأطفال قدر الإمكان من الأزمة اللي عايشين اليوم. اليوم نحن بوضع خاص جدا بالبلد، فلا بد من أنه الكل كله متعاون من شان رفع شأن هالناس ويعطيهم جرعات دافئة هيك تساعد بأنه على النهوض من جديد، نهوض البلد بشكل حقيقي. وهي الأطفال بدهم 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 مين يعطيهم الحماس اللي هن جيل المستقبل. احنا عم ندعم الطفل بشكل نفسي انه يشارك بنشاطات، بفقرات فنية، بكورال، دائما عندنا تدريب، دائما عندنا نشاطات لنحسن من نفسية الطفل. الهدف من إقامة هالتظاهرة الحلوة نعبر نحن عن سوريا البطولة وليس سوريا الطفولة فقط. نقدم إيش يعني كلمة الطفولة عندنا في سوريا اللي تحملت كل هالصعاب واللي تأثرت تأثير كتير كبير بالأزمة، ولكن التأثير نحن أنا بدي أكد دائما على النقطة هاي من خلال العرض اللي راح تشوفوها هلا إن شاء الله واللي راح يعجبكم أكيد. الطفولة اللي إحنا عندنا بسوريا وتنفرد عنا بجميع عن جميع الأمم كلها